السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية صباحية من مدينة جيجل الساحلية، بالضبط من مدينة بازول. قررنا اليوم الذهاب إلى واد إيدالن ببلدية الشحنة، وهذا بعد ما شاهدنا الفيديو الخاص بحسين الجيجلي. قررنا الذهاب إلى هذه المنطقة السياحية التي لم نزرها سابقا، فتعالوا معنا لنكتشف هذا المكان الساحر كما يقال، فلنكتشف ذلك. مرحبا بكم. الله يحفظك، ترك سلام اخوي. خلاص مريقنا ان شاء الله. طيب ها سي عبد القادر جاي هز سكادوس. وراك يا خويا وراك؟ رانا في واد إيدالن. وين وين جاي هذا؟ جيجل. كيف عرفت الواد هذا يا ربي؟ انا والله رحبوا على حسين الجيجلي. قالك منطقة سياحية تحت الغريب وعرف. هيا نحكي مع بعضنا. هيا هيا. ربي يبارك ما شاء الله. مازال يمشي الواد ها؟ مازال فوق فوق.
سامحني. ها؟ ربي يبارك. مش نورمال ها؟ إيه لا لا مش نورمال. أو التوت البري الواد يا ودي روعة. ما شاء الله روعة. ما شاء الله. يا ودي طبيعة خلابة يا ربي يبارك. واش نقولكم يا جماعة الخير، والله روعة ما شاء الله. روحوا لهاك البركة هذيك، روحوا نضربوا فيها عمى ومن بعد نزيدوا ندوروا دور نستكشفوا ان شاء الله. هيا تشاو. تين ولا نسموه الكرموس اخوي. ها ها في الجبل، ها في الواد، قلتنا في الجبل. ها طيب ها ربي يبارك. يا ودي اسمع صوت العصافير اخوي ما شاء الله. نحن حبات كرموس صحتنا خويا من هالشجرة، حلو سكر ربي يبارك ما شاء الله. راي في الجبل كما تشوفوا، راي في راس الجبل ما شاء الله. ها من الجماعة يعوموا هنايا هاك هاك. جبت لهم شي كرموس، هزك لتحت هزها.
اي اغتصب كان مسلك حل الاسود هوني. استنى حسن انت راهي شوك هذاك انا واش قلت لك ها الكرموس لك حلوي هاي الطبيعه هني العذراء استنى ينحف التين التين كما نقولوا احنا الكرموس هنا بجانب الواد واش حسن خويا نحيت كعبات حنا نجي كعبات وهاو العربي العربي اودي الدايا وراك قول مداني هناك البيضة اخويا العربي هنا او ينحل لك شويه كرموس من الشجره الفوق شوفك الاصفر مليح العربي انا غاديك تشوفه هنا كعبات حتى بعد شوي الكبونات وهكذا انهينا بفضل الله تعالى الخرجه الى هذا الواد وش اسم الواد هذا الشيء صالح واد بيلان ايه وهاو الشيخ صالح يعطينا رايه في 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 الواد اعطينا رايك الشيخ صالح روعه ها ما صافي بارد ما شاء الله ربي يبارك ان شاء الله ما شاء الله خيرات شوفوا شوفوا ما شاء الله كنا من هنا طلعنا كل نقينا له الكرموس وتونا راجعين للسياره هاي الجماعه كتتكم بهنا وهذا ممر خارج الواد يا ودي زوروا بلادكم راهي مليحه فيها بلايص والله شابين 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 خيرات با 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 يا برد هنا خيرات ربي خيرات يا ابن عمي يا ربي بارك ربي بارك عندك غير عاش تزليق يا خويا صالح استحضر خير كبير ما شاء الله ما شاء الله شوف الصفاء شوف شوف هاي السيارة تاعنا خرجنا من هنا وهاي الكيبة با 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 شوف 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 خيرات ربي ها العربي ما عطيتناش رايك العربي دور ود الدايه دور حدث فيك
أعطينا رأيك الشيخ. من أروع الجولات، وكل يوم نقول الجولة هذه ويني 10/10، نجول الجولة اللي بعدها نلقوها أنها أفضل. ما شاء الله، ربي يبارك. أمس وصلنا لوين؟ المشاكي. 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 ربي يبارك. المنبع المشاكي. قلنا خلاص. شوف المين. قلنا خلاص بعد. هذا رأي جماعة أخويا. ما شاء الله. امي هبطوا لها مغادي هان. اش 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 ها 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 عندي. اه فهمت، هذه واحدة. ايه او غسلة. احرش احرش. مش حديد. بي زوج. هي للصفرة يا صاحبي. هي للصفرة. هاي بطوني هيك فوق فوق هذا غليل الماء يا ودي. ايش نقول لك صح. هذه أربعة. الله يعطينا يبدا نتبد نحلف يا مس. لا ما لغس تزيد. تزكي ايش هذا بعرش ولا شيء؟ ما خير قد وثر.